عبر الهاتف الدكتور عبد الرحمن بن خالفة، المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي ووزير المالية الأسبق وكذا الخبير الاقتصادي. إذن أهلا بك سيدي. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا. إذن سيدي، كما أشرت، هي أوامر تسهر على ترجمة قرارات وتوصيات مجلس أو نعم حول الاجتماع الذي جمع الحكومة بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل تحقيق ذلك الإنعاش الاقتصادي. نعم نعم، وفي الحقيقة مجلس الوزراء الأخير تطرق إلى أشياء ظرفية وإلى أشياء هيكلية. نعم. فيه قرارات السيد الرئيس على معالجة بعض القضايا التي لها طابع استعجالي، ولكن في نفس الوقت القرارات اللي هي الطابع الهيكلي هي فيما يخص مثلا أول مخطط الإنعاش الاقتصادي، وما ترتب عنه أو ما يترتب عنه في مجال تنظيم الإدارة الاقتصادية، في مجال تنظيم الشباك الموحد اللي متجه أساسا للاستثمار فيما يخص عصرنة المصارف والبنوك. فمخطط الإنعاش هو محطة إقلاع لا يمس فقط بالنهوض ببعض القطاعات الأولوية، ولكن كذلك يعيد النظر في دواليب الاقتصاد وفي تنظيم هذه الدواليب، لأن الأشياء التي يجب أن نقلع بها إن صح القول في الاقتصاد الجديد ومش فقط اختيار بعض القطاعات اللي هي واعدة، ولكن هو إعادة ترتيب البيت الاقتصادي، وبالتالي فهو المخطط الإنعاش اللي كان في منذ أيام موضوع مناقشة كبيرة يتطلب في نفس الوقت أوامر إدارية، ولكن يتطلب هندسة كذلك جديدة. طبعا، لأنه الآليات اللي كنا نعمل بها هي التي أوصلتنا إلى بعض العوائق وإلى بعض الاختلالات، وبالتالي لا يمكن أن نعالج اختلالات هيكلية بأوامر إدارية. فنحن في نفس الوقت، وهذا ما جاء في مجلس الوزراء، نبدأ أنه في نفس الوقت نتعامل إداريا مع هيئات الدولة ومع المستثمرين، ولكن نتعامل كذلك اقتصاديا نقديا ماليا بأدوات جديدة لا تختلف بين الجزائر وبين غير الجزائر، لأنه في آليات الاقتصاد لا اختلاف بين الجزائر وغيرها. نحن في مرحلة عولمة كبيرة وانفتاح كبير، ولا نظن أنه بنفس الآليات التي أوصلتنا إلى المرحلة صح القول غير المتقدمة الآن بنفس الآليات نغير الأشياء إلا بأوامر إدارية. طبعا، وهذا ما يسهر عليه رئيس الجمهورية، وقد كان من بين ما صدر عنه أمس هو تقييم أولي دوري لمدى تطبيق هذه القرارات والتوصيات، وقد قال أو أوصى على أن يكون هذا التقييم الأولي بعد شهر، يعني أن الحكومة الآن تسارع الزمن من أجل تطبيق تلك التوصيات. وفعلا منذ مدة نحمد الله على أننا في أجندة سياسي ومؤسساتي جيد، لأنه الأشهر بوزنها، الأسابيع بوزنها، الأيام بوزنها، الوتيرة الآن وتيرة جدية. لكن مرة ثانية التقييم لابد أن يأتي بهذه السرعة، لكن لابد أننا نقيم كذلك الأداء الاقتصادي، النتيجة الاقتصادية، الربحية الاقتصادية، القرار الاقتصادي. ما أتى في مجلس الوزراء والسيد الرئيس أمر به هو التقييم الأولي، لكن سيأتي التقييم بعد في مستوى تغيير النمط الاقتصادي ذاته، لأنه إذا قيمنا فقط ما هي الأوامر التي أعطيت وما إلى أين وصلت في تطبيقها، هذا يمكن إداريا، لكن تغيير الهيكل الاقتصادي والنمط الاقتصادي والبديل الاقتصادي والبديل المالي هذا يتطلب نوعا ما وقتا أولا، ولكن يتطلب أدوات تقييم ليست بالإدارة بل هي بآليات جديدة، بتقييم جديد
بنموذج جديد للتقييم، لأن الإدارة ليس في إمكانيتها إلا أن تقيم الأداء الإداري، الأداء الاقتصادي له أولويات أخرى. ولهذا في النمط الاقتصادي أنا دائما من بين، وأظن أن هذا الاتجاه والاتجاه السياسي الحالي، أننا نتكلم على إعادة ترتيب البيت الاقتصادي بما فيه نمط أخذ القرار المركزي، أخذ القرار المحلي، أخذ القرار الجهوي، رجوع القيمة، فتح هياكل أو فتح ورشات، إعادة ترتيب الاقتصاد، إعادة هيكلة الاقتصاد، عصرنا القطاع التجاري والمصرفي. هذه الملفات الكبيرة الضخمة ثقيلة الآن لم نبت فيها فيما مضى، الآن تم البت السياسي من طرف أعلى سلطة في البلد والسيد الرئيس. الآن لابد من ورشات أن تمر إلى مرحلة هندسة تقنية، إلى النخب، إلى مراكز الدراسة، إلى الدراسة الداخلية والدراسة الخارجية، إلى وبالتالي النمط الذي يجعل الآلية الإدارية هي التي تؤمر وهي التي تقيم وهي التي تنشط. هذه فيها يعني محدودية إن صح القول، وبعد هذا التقييم الأولي لابد أننا نمر إلى أدوات تقييم اقتصادي كما هو الحال بالنسبة لجميع بلدان العالم. وبما أننا نتحدث عن بلدان العالم سيدي، الجزائر الآن في تحدي كبير، خاصة أنه مع التغير الذي يعرفه العالم، خاصة مع جائحة كورونا، تغير جيوسياسي جيواقتصادي، فالجزائر الآن أمام تحدي كبير لفرض نفسها على السوق في السوق العالمي، ليس فقط السوق الوطنية. تحقيق ذلك أكيد سيكون يعني سباق مع الزمن من أجل تحقيق هذه التوصيات التي أعلن أو تحدث عنها رئيس الجمهورية. نعم، السباق مع تكلمي على السباق، إذن أفلانا نتكلم على الأجندة، لكن السباق ليس فقط في العمل بنفس الأدوات مرة ثانية بنفس السلوكات بأوامر. الآن الاقتصاد مش محتاج إلى أوامر ولا إلى قوانين، هي كافية، بل محتاج إلى أننا ننقص من القوانين التي كان لها آثار سميت بالآثار البيروقراطية. الاتجاه الثاني هو هذا اللي يسمى عند البعض الإصلاح الاقتصادي والمالي، واللي هو يمشي إلى جوهر المشاكل والمعضلات، ليس فقط إلى نمط تطبيقي. الاقتصاد مرة ثانية يمشي بإدارة قوية فعلا، تعطي الأوامر بولاة لهم وزنهم ولهم درايتهم، ولكن يمشي كذلك بالمتعاملين في السوق هم الشركات الكبيرة، البنوك، الإدارة الاقتصادية جهويا ومحليا ومركزيا. هذا النمط الاقتصادي الذي يخرج الاقتصاد من الأوامر الإدارية ومن المراقبة الإدارية إلى اقتصاد متفتح داخليا متفتح خارجيا، هذه القفزة النوعية الهيكلية التي لابد أن تأتي بعد أن الآن الإرادة السياسية والقرار السياسي والبت السياسي أتى بحذافيره على جميع المستويات. يمكن كآخر سؤال سيدي أركز على نقطة سباق مع الزمن، نظرا لما يقوم به رئيس الجمهورية من تحديد زمني لكل نشاط وزاري، حيث كما أشرت أمس من خلال هذا الاجتماع فقد كلف كل من وزراء المالية والتجارة والصناعة بتحديد يعني طبيعة الشباك الوحيد ومهامه وموقعه الجغرافي على أن يكون عمليا في أجل أقصاه 3 أشهر. رئيس الجمهورية الآن يضغط على كل طاقم الحكومي من أجل التسابق مع الزمن وتحقيق على الأقل أولى الخطوات من أجل إنجاح هذه الخطة، خطة الإنعاش الاقتصادي. نعم، لأنه الشباك الوحيد، سمي الشباك الوحيد فعلا، هو زبدة الإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي وزبدة الرقمنة كذلك، لأنه هو الذي بهيكله على المستوى المحلي مرة ثانية، لأنه المستثمرين هم على المستوى المحلي ما يمشيش الوزارات بهيكلته وبمحتواه، والذي سيقلل أولا من السند الورقي، ثانيا من القرار الإداري يقلل كذلك
من زمن الانتظار، يعني كثير من المشاريع الآن في انتظار لسنة سنتين ثلاثة أربعة، وبالتالي فهو عمل يمكن أن الرئيس يتكلم على ثلاث أشهر، يمكن الآن أننا نصلح فيه أشياء حتى يصبح أكثر ما هو الآن عليه أكثر تجاوبا مع طلب المستثمرين، ولكن هيكليا لابد أن نعمل فيه على الأقل للسنة، لأنه هو النقطة الأخيرة لإصلاح إداري، وإصلاح إداري ورقمنة واسعة هذا المستوى الوطني، وهو النقطة نقطة الوصول الذي نطمح إليه. على كل مدة ثلاثة أشهر، ليست بالمدة الطويلة، سنرى إن كان سيتحقق ذلك بحول الله. سيد الدكتور عبد الرحمن بن خالفة، المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي، وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي، أشكرك جزيل الشكر. وبما أن الدكتور بن خالفة قد تحدث عن الرقمنة